اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما متعودين في البيت الكبير الفقره التانية بتكون فتح ملفات، ملفات مهمه جدا جدا، وعشان هي ملفات مهمه جدا جدا لازم يكون ضيوفنا على مستوى الحدث، ومش هنلاقي طبعا افضل من الاستاذ عصام شلتوت يكون ونحاوره في ملفاتنا الكتيره جدا. ان برحب بيك يا استاذ عصام ودايما منورنا. اهلا بحضرتك وطبعا كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك. عندنا ملفين ثلاثه كده عايزين نتكلم فيهم، بس قبل ما نخش طبعا لازم نتكلم على النادي الاهلي. اولا خبر انا على المستوى الشخصي ضحكت لما سمعته، ان في بعض وسائل الاعلام بتقول في السوشيال ميديا معظمها ان هروب ديانج من النادي الاهلي ورجوعه لبلده مره تانية، وان اللاعب هرب ما بين قوسين كده، هرب ومش هيرجع تاني. استقبلت انت الخبر ده ازاي؟ يعني الحقيقه قلت خلاص بقى يبقى الاهلي كده بيهرب اللعيبه، هو بيهرب اللعيبه، لان الخبر اللي طلع من النادي الاهلي طبقا يعني لما يسمى اعلان الاخبار اليوميه عشان تروح لروافد الاعلام كله في مصر، مش بس قناه النادي او وحده اعلام النادي اللي هي بتتوزع على كل المؤسسات الاخباريه، انه بعد المباراه الفلانيه ديانج هيسافر. اعتقد ان هو عنده تجديد باسبور زي ما الخبر كان بيقول، مزبوط. وتصور كمان انه بعد يعني الاحداث اللي في مالي ربما كمان هي فرصه انه اطمئن على الاهلي، وده اللي بيوفره النادي الاهلي للاعبته من اجواء محترفه 100%. دي كده مش حكايه النادي الاهلي بقى يعني عشان بيحب ولاده بس، هذا هو الاحتراف. انت ما عندكش شغل وبالتالي عندك تجديد اوراق زي ما بيقولوا، وكمان بلدك فيها احداث مزعجه في اقل تقدير للناس وللاهالي وللاسر، وطبعا التلفزيونات في كل عالم نقلها، فلما لا ان هو يكون تواكب الحاجتين مع بعض. وبالتالي اكيد في جهد اتبذل، يعني اصل الهروب صعب، الاتوبيسات دلوقتي ما هياش ورا بعض. هو لفظ الهروب هو اللي ضحكني يعني. كمان اصلا خطوط طيران وكذا ما بقتش منتظمه، مش معقول يروح يعني مالي عوم مثلا او ماشي، وبالتالي اكيد حصل حجوزات، وهينزل ستوب فين وبعدين يروح باماكو وبعدين يرجع من باماكو ستوب في حته على كايرو. الحكايه صعبه قوي يتقال عليها كده، بس كمان ما هو ده الاستمرار للتشويش على لعيبه النادي الاهلي، والاستمرار على يعني خل اشاعات، انا متهيألي حتى اشاعات رخيصه بمعنى اصح. الجو ده يعني نتمنى انه يهدى شويه، صعب بس احنا ماشيين في طريقنا يعني. بس بالظبط هو ده بقى، هي خلاص بقت حاجات واضحه جدا مع النادي الاهلي او مع اي مؤسسه بتعمل بجد واجتهاد، وبالتالي لابد من نشر حوالي ثقافة قال وقيل في أقل وصف يعني. وبالتالي على الأهلي أن يظل على نفس المسيرة، ما يفضيش جهد أي حد من رجالته ولو لدقائق يعني، علشان ردود أصلا الرد عليها يعني بيبقى عيب، حتى أنت رديت يبقى عيب، خسارة يعني. أيوة خسارة أنك تضيع ولو دقيقة توقف قدام هكذا أخبار يعني. لكن بدأ الأمر بالفعل أن الدنيا ماشية بالطريقة دي في السكة دي بنسبة ما هياش يعني مرعبة لكن مزعجة الحقيقة، ولابد من ضبط للأداء ده. لو كل حد استخدم حقه في فكرة المصدر وفكرة الادعاءات واستخدم حقه القانوني على العوالم الافتراضية اللي المفروض انها تبقى اكثر تزكية لفكرة الثقافة وبث معلومة حقيقية او رأي دون اساءة، والكلام الكبير ده اللي ما بقاش عاجب حد، لا، على الكل ان يتوجه للقانون. وعلى فكره القانون الان الخاص بكل هذه الاجواء خلاص صارم جدا جدا، لكن ما تفوتش الفرصه وتسيب حد يعمل معاك ده وبعدين لا تشكو وتقوم بالاجراءات يعني الرسميه يا كابتن. ده حقيقي، ده حقيقي. وبعد كده تظل بقى لا ينفع كده ومش ينفع كده، خد اجراءاتك. وده اللي بياخده النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني ماشي في الاجراءات، ودايما النادي الاهلي بياخد السكه او الطريق الشرعي بالظبط، الاجراءات القانونيه بيمشي فيها بسكه معينه. على الجانب الاخر احنا بنشتغل، احنا ماشيين في طريقنا، والجانب القانوني بياخد وقت شويه، لكن عاجلا ام اجلا هيكون في حساب، عاجلا ام اجلا يعني. مؤكد، لانه ده جزء مهم جدا من فكره تفعيل يعني نجاحات للمؤسسه. ما تخليش حد يعيقك، ما تخليش حد يوقفك، انطلق بنفس سرعاتك المحدده، ودي اللي بتخليك بتفرق عن الاخرين. ده صحيح، ده على المستوى الاداري بننطلق ونمشي بسكتنا. ده كمان شايفه على المستوى الفني، المستوى الفني يمكن بعد مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك
كان في توتر شويه من الجماهير، لكن الفوز مباراتين على التوالي، مباراه المصري، وكان عندنا يعني جمعنا 6 نقط في مباراتين كانوا مهمين، مش بس لحسم بطوله الدوري او نقرب من بطوله الدوري، لا ده كمان في اطار اللي حضرتك بتتكلم عليه، ان على المستوى الاداري ماشيين في طريقنا وبناخد طرقنا الشرعيه واحنا ماشيين وسدين ودنا باللغه العامه. كمان على المستوى الفني حضرتك شايف ازاي النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وكمان على المستوى الاسابيع اللي باقيه من الدوري الممتاز. احنا قلنا كابتن هاني مع حضرتك هنا انا وصديقي العزيز محمد الموصي، ان اللي بيحصل ده هي التوابل القمه، هي القمه عفوا بذات يعني نفسها لما بيبقى فيها هزيمه وثلاثه اهداف لهدف، لا هو رقم، هو ليه مدلول عند الجماهير. وقلت لحضرتك حتى لو حضرتك فاكر ساعتها انه فايلر لا زال محترف بكر يعني ما عندوش تور زي كارترون وغيره، وهو كمان مطلوب ان التور ده ياخده في افريقيا ويبدا كمان من قلبها مصر، يعني اللي هو فكره ازاي بحرفيه المحترف، مش ده حقيقي اللي بقول للناس. لا طبعا هو بيفهموا ان هو كمان زعلان على القمه، هو كمان هو صحيح الكلاسيكيات في كل العالم وهو ديربي وهو يعلم ان هناك ديربي في كل بلد، لكن هو ما كانش حاسس انه للدرجه دي، وبالتالي كلامه اللي هو لسه لم يعني يتمصر زي ما بنقول على الروايات العالميه من مصر، لسه ما بقاش فيه خلطه. والدليل انه قال للناس انا مش بنلعب بلاي ستيشن، الاجابات اللي قلت لحضرتك عليها هنا لما قلت لك لو جاء مدرب بيور كده مع فرقه وبنساله حتى لو احنا زعلانين مثلا انه الاهلي غلب البايرن، فنقول له ماذا ستفعل بعد ان فاز الاهلي؟ هيقول لك انا هروح الدش ونتعشى وعندنا شغل الصبح. ده حقيقي. اول حاجه هتصورها بثقافتنا او بثقافه الاغلب العام هنا ان الراجل ده انا مش مالي عينه. يعني الناس ايه الناس بتاخدها يعني في هاني رمزي بالظبط ولا في مولر ولا مش عارف في مين، ولا انه الاتحاد الالماني ما ادالوش فرصه للاستعداد الجيد وان لعيبته خذلوه في هذه الليله ومش عارف وانا سابدل واغير وكذا، وبالتالي ده اللي خلى الراجل يبدو يعني عايز يفهمهم مش قادر يوصل المعاني يعني. وبالتالي الماتشين اللي بعد كده وكنا برضو يعني ايه متاكدين او شبه متاكدين انه الميزان في الملعب هيتعدل، خطا فني نتاج تجربه هو اقر بيها كمان كراجل فني، وبالتالي عدل الحكايه. انما الاهلي بس عنده يعني جمهور مش بس بيحب الفوز وبس، بيحب يبقى مطمن، بيحب يبقى قاعد وفي بطنه بطيخه صيف، لانه بيفكر يعني في الخطوه الاكبر بالظبط، وبالتالي عاوز يشوف اداء تماسك، مفيش هفوه، مفيش غلطه، حاجات برضو مش في الكوره برضو المصريين بس، وطبعا في القلب منها لما بتتكلم عن النادي الاهلي فهو الاكبر يعني. مفيش حاجه اسمها 4-3 في الفوز، لا بتروح يعني انت كسبان 4-3 بتروح زعلان ازاي يعني 4-3 ازاي يخش فيه 3 جوان يا عم انت كسبت 4. الكلام ده ممكن يقوله واحد فني لو الاخطاء بثلاث حاجات فنيه هو شايف ان كان ممكن، لكن انا كجمهور ما اسعد جماهير العالم في النتائج اللي راحه جايه دي لما بيحسمها في الاخر القوي ولو بابو كورنر بربع جون زمان. هو طبعا الجماهير خاصه في مصر ليها طبع خاص، وخاصه جماهير النادي الاهلي وخاصه جماهير النادي اللي انا شايف انه ايجابي اكتر من انه سلبي. ايجابي جدا، عاداتنا وتقاليدنا معانا، عاداتنا وتقاليدنا تقرير عن راي الجماهير في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت نشوفه ونرجع مع حضرتك. انا بوجه رساله للعيبه، احنا السنه دي عندنا هدف مهم جدا، بطوله افريقيا يعني وحشتنا جدا، و بنطالبهم انهم يبذلوا اقصى جهد عشان يعوضوا كل اللي فات. هم احسن لعيبه في مصر ويأدوا اداء احسن من كده، ومستنيين منهم افريقيا ان شاء الله. احنا بنحب لعيبه الاهلي وعايزينها تطلع اقصى ما عندها من جهد عشان ترفع اسم نادي الاهلي، نادي كبير جدا ولازم يبقوا قدوا ومستنيين منهم الاحسن دايما. لعيبه على قد المسؤوليه، وان شاء الله احنا ابطال افريقيا واسياد افريقيا ان شاء الله، والبطوله السنه دي ان شاء الله تبقى موجوده في الجزيره. يعتبر بنسبه كبيره دوره حسم الاهلي، بس ان شاء الله اللي جاي اقوى باذن الله، وعايز اقول لهم باذن الله شد حلول في افريقيا. خطيره، تصويبه حلوه، صد احلى، يه 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 على التصويبه، تصويبه جميله. اللي جاي احسن ويكونوا رجاله في الملعب، وافريقيا ان شاء الله التاسع اهلي. ربنا يوفقكم واحنا
عايزين مزيد من الجهد. احنا واثقين فيكم جدا، وانتوا اعظم لعيبه في الدنيا، وانتوا تقدروا على اي حاجه. يعتبر الدوري يعتبر شبه خلص، فاحنا بنبص لافريقيا. الفكره في كده يعني اهم حاجه عندنا يعني بطوله افريقيا اهم من الدوري من اي حاجه. محاوله خطيره سريعه والعرضيه جميله راسيه. هو ده استاذ عصام اللي بنتكلم عليه، رغم بيكون في حاله شويه من القلق، حاله شويه من التوتر، لكن الحاله الاكبر هي الثقه في اللعيبه. منتهى الثقه. الثقه يعني في اللعيبه والجهاز الفني. منتهى الثقه طبعا. هي الجمهور اعتاد يعني كابر عن كابر انه عنده دايما ثقه. هي بس الحكايه انه الناس قلقانه من ان لازال هناك بعض المناطق، وده اللي بيتكلم فيه الخواجه، وده اللي بيتكلم فيه الكابتن خطيب واللجنه مع الكابتن محسن صالح، انه هناك تدعيمات. بس ما هو الموسم ما وقفش، ما فيش يعني ترانسفير ويندو دلوقتي يعني. بالظبط. وبالتالي بعض يعني هذه التدعيمات حتى بالمعارين يعني وسد الحاجه زي ما علمت يعني بلغه الصحافه ما شاء الله بحاجات سوبر يعني في الاماكن، ما عادش خلاص هيبقى الشراء في المطلق لمجرد نجوميه نجم وكذا. وده التطور اللي الاهلاويه يعني اكيد هيلحظوه في الفتره اللي جايه. وبالتالي لا، المعدلات طيبه جدا. جمهور برضو وربما مش الخبراء والمحللين، ربما المتابعين مثلا زينا صحفيين او كذا يعني خارج الاطار الفني ممكن يبقى عنده قلق الموقف، يعني ان الدفاع ما بين بدلاء مش بدلاء، هم بدلاء يعني اقصد مره بعض اللعيبه بالظبط اصابات انذارات، يمكن ده شويه يبقى مزعج. الفنيين عندهم الردود انه عنده تيمه على بعضه انه يقدر يوظف، وبالتالي مستوى الاداء طالما بعد القمه راح في سكه انه ماشي لقدام، اعتقد انه ده هيفضل لغايه ما نشوف ماتشات السيمي فاينال الافريقي ان شاء الله. وده الاهم، وده الاهم طبعا ان شاء الله. بطوله الدوري ان شاء الله محسومه بنسبه كبيره جدا، لكن طبعا وكلنا بما فيهم احنا بنتكلم كجماهير حتى مش فنيين، ان البطوله افريقيا هي البطوله العزيزه علينا كلنا، واللي وده نقلناه من خلال برنامجنا هنا، واللعيبه كمان عندها حساسه جدا وعايزاه ده. بالظبط يعني خلاص كل المقابلات الوقت التاسعه يا اهلي. صحيح. يعني 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 الاميره السمراء العصيه دي على الفارس الاحمر، شوف عملوا لها حتى حاجه زي القصص الجميله كده، قال لك لا لازم تقبل بيه يعني ان شاء الله. في خطبته القادمه او في جوله العام ده يعني. ده حقيقي. طيب عايز اخد حضرتك بقى اللي يمكن خبر النهارده، يمكن انا ازعجني على المستوى الشخصي، ان طبعا لائحه الكاف بعد لائحه الخاصه بالانديه المشاركه في البطولات الافريقيه في مصر، مش مصر بس، كل الدول الافريقيه، مين الفرق اللي هتمثل دولها في الكونفدراليه وفي بطوله دوري الابطال، لازم يكون الرد قبل 20 أكتوبر. طبعا قبل 20 اكتوبر يبقى انت دلوقتي اللجنه الخماسيه في اعتقد هتبقى في مشكله شويه في مباريات الدوري، يبقى لازم، مش هقول لازم الدوري يخلص قبل 20 اكتوبر، لكن من وجهه نظرك الخبر ده استقبلته ازاي، وايه ممكن تكون الحلول المتاحه يعني؟ شوف الحلول يعني اللي عايز يحل موجوده وبوفره يعني، انما في الاخر استقبلته ازاي، انا مش عايز استقبله لغايه لما اشوف اول تصريحات اللجنه الخماسيه يعني، لانه الحقيقه ده حصل على الكل في القاره السمراء، على كل بالظبط، وبالتالي لازم نسمع الردود المنطقيه. انت لما يتقال لك لغايه اكتوبر، شوف من بدايات سبتمبر لغايه الميعاد ده فاضل قد ايه كتله مباريات، عدد يعني مباريات اللي هتلعب خلاص الاسبوع، زمان كان بيبقى اسبوع باسبوع، دلوقتي الاسبوع بيبقى فيه ماتشين على لكل فريق. هتشوف بقى يعني ده واحد من المقترحات، لغايه قبل ما تقدر تشوف القوائم وكذا هيكون مين متصدر، نسب النقط قد ايه، هل ده يقدر يوصل لده، ده يقدر يوصل لده. اذا النتائج ساعدتك كلجنه وخلت الاهلي مثلا متصدر بفارق لا يسمح لاقرب منافسيه بالوصول كده الاول، نشوف بقى من وانت جاي التاني والتالت والرابع بنفس الحسبه، او عليهم ان هم ياخدوا في الحسبان التنظيم اللي هو بالنقط، يعني يدوا نقط عن مش نقط المباريات فاز تعادل خسر، لا نقط. طب خلينا نحط برضو يعني عشان الساده المشاهدين، حضرتك بتقول
اولا ممكن جدا ضغط الدوري او ضغط المباريات بشكل لا زي ما هي زي ما هي بس وهيحصل بقى على الاقل مثلا اربع اسابيع رقميه في ماتشين بثمانيه ادي 8 اسابيع هيتلعبوا بالظبط وقول مثلا اسبوعين كمان ادي يبقى كده 10 احنا أسابيع. تقريبا خلاص على الاسبوع ال 24 هنبدا الاسبوع ال 24 ما انا بقول لحضرتك يبقى لو قلنا عندك 7 اسابيع لو كمان. قلنا لا كده تقدر يبان لك خلاص بقى برضو يعني مش عايز اقول رقم غير لما اكون متاكد قوي عايزين نعرف عدد الاسابيع انه خلال 8 مباريات من هنا لغايه 20 اكتوبر او قبل 20 اكتوبر طبعا. بايام هيبان لا تقدر شوية. ترصد الاوائل اللي هم مطلوبين من الاول للرابع بالظبط الاول والثاني بطوله ما عدا ذلك فرنسا عملت كده ودت الكتله الموجوده هولندا اخذت بالاحوط وحتى ما صعدتش فريس بوجريخشاب حاجه كده مش فاكر الاسم كويس ما صعدتوش كان المفروض يصعد بعد موسم يعني خدت مع نهايه الموعد وحتى الدوري لسه ما خلص اللي هينهي اول اربعه يبقى الاول والثاني بطولات الشامبيونز ليج الافريقي والثالث والرابع الكونفدراليه أيوة خدوا الرباعي خدوا باريس سان جيرمان زي السنه اللي فاتت وهكذا في الاغلب الاعم تركوا للاتحادات الاهليه اللي هي هنا بالنسبه لنا الجبلايه في مالي الاتحاد المالي وهكذا في كل بلد يعني تركوا له بقى في الاخر هو ايه يا عم قول انت انت بعت لي ايوه يعني انت بعت لي يعني انت نظم نفسك كم حل كده واخرهم قول انت بقى ياكش تجيب من فوق من نص من ورا من قدام انت حر هو عليه انه يتبعت قبل 20 اكتوبر يتبعت الاول والثاني دول اللي هيشاركوا في في الشامبيونز ليج احنا بقى بنجتهد ازاي اللجنه تقدر تخرج باداء افضل وباختيارات افضل وادق وتذهب الى مستحقيها لانه هذه الانديه بذلت جهد طبعا الناس ممكن تبقى مساكت وتقول ايه من هو جدير بتمثيل مصر لا الجدير بتمثيل مصر ده منتخب مصر هو الخوف بقى وانت عارف انا بتكلم يعني كتير قوي من الناس هتطلع تقول لك لا او طب يبقى كده ليه بقى انتوا بداتوا الدوري ليه والدوري ما كانش يعني هنرجع تاني لموال ما كانش الدوري يتلعب طب وانتوا هتكملوا الدوري ازاي يعني الدوشه دايما اللي بتحصل رغم ان في حلول والحلول دي بتكون حلول منطقية لكن دائما وأبدا هتلاقي ناس بتشتغل في الحتة التانية انك تحاول تشوش برضو لو في حلول بيبقى في معوقات يعني هو ده القلق هو كل دول لو اشتغلت صح واحنا اللجنة انا مالي باللي بيقول الا لو قالت الأندية بنفسها هي اللي بتعترض عليها وعماله تقول انت عملتوا كده ليه وانت عندي لائحه طبقها ممكن بعض الانديه انا متوقع مفيش مشكلة انا متوقع ان في انديه تطلع تقول لك عندنا مشكله هي تبدا انه لو سالني حتى لو بصوت يعني اكثر من مسموع نقول سالني باستهجان كمان من حقه ان ارد ما عجبوش الرد عندي لائحه اطبقها عليه ما انا مش هاخد راي التلميذ ها ازاي يذاكر وما يذاكرش ولو ما عملش الواجب العقوبه ايه ما انا مش هاخد رايه ده حقيقي حاجه غريبه جدا برضو يعني احنا بص عاملين حساب ايه وحضرتك بتكلمنا الكابتن هاني عاملين حساب وهيقول ومين هم احنا متعودين انا بتكلم انا متوقع كده لكن انا ده توقع وبيحصل دايما اللجنه الخماسيه زي ما انت قلت بيبقى في قرارات واضحه والله وده المطلوب الفتره اللي جايه احنا طبعا مستنيين عندهم فرصه عمرهم يعملوا عمل نبيل للكره المصريه يعني انت بتعتبر ده فرصه بالنسبه لهم كمان مش ضغط عليهم في قرارات واضحه وانه ما يعملوش بلالين اختبار ويرموها وبكره الصبح يقول لك مين قال هناخد الاربعه اللي ورا بعض وبعد بكره تلاقي حد سرب خبر عشان يقول لك ايه لا هنعد النقط زي اللي شرحناها انا وحضرتك الحاجات اللي كانت بتحصل وبعدين يلاقوا مين قال كده لسه الناس ما اجتمعتش لسه الناس ما عادتش عليهم انهم يعملوا حاجات كتاب تاريخ الكره المصريه في الفصل بتاع السيد عمرو الجنايني والذين معه هيذكر اما صالح الاعمال اما انهم يكونوا فوتوا على مصر فرصه عالميه وهتيجي ان شاء الله بس في تاريخهم هم ان مصر تبقى فيها كوره بمستوى ادائنا كبلد في عنوان مصر الجديده اللي متفقين عليها انا واغلب الشعب المصري وايضا في طريقهم لنشر ثقافه احتراف بعد ما تم اختيارهم للتجويد حتى احنا عايزين منهم الاول البيزك الف ب قبل التجويد كمان فلا هتقدم لي ده ولا هتقدم لي ده مش كل حاجه تبقى مبطوله بقى طبيعي مظبوط هو كمان احنا بكره هنبدا الاسبوع ال 24 ناقص بالظبط يا استاذ عصام 10 اسابيع يعني 10 اسابيع في تمام الدوري تمام انا في رايي وارد جدا وممكن جدا ان خلال الفتره اللي جايه لغايه 20 اكتوبر انت بتتكلم دلوقتي في
احنا النهارده 1 20 وشهر يعني حوالي 50 يوم يعني 50 يوم يعني وقت. يعني ممكن جدا مش الموضوع مش زنقه قوي للدرجه دي ممكن خالص. تتدبر بشكل او باخر يتحط الجدول من دلوقتي ويتبني عليه فدي نقطه هنشوفها من خلال طبعا زي ما انت بتقولت احنا مستنيين كمان ايه اللي هيطلع من اللجنه الخماسيه هيحلوا القصه دي ازاي هم اكيد بياخدوا وقتهم شويه اكيد بيقعدوا مع بعض ويشوفوا افضل الحلول ايه مش معقول كل حاجه لا تعليق والاكثر دهشه انه لو جيت نسال هيرد بكره او بعده في اقصى دير يقول لك ايه اصل لما يبقى يوصل لنا رسمي اكن فكره انه على الميديا بتاعه الكاف ده وصل ده انا بقول رسمي انا بقول لك اللي هتسمعه ما هو رسمي ده يبقى لازم اصلا انا معايا اصلا اكيد لو معايا انا زوره منه دي اللائحه اللي الزملاء دي اللائحه نزلوها بالظبط هو بقى يقول لك الاعداد هنا الدالي ديت فقال لي دي الاول لازم الاستاذ عصام عبد الحميد يمضي عليها والاستاذ علي عبد الحميد يمضي عليها عشان تطلع للجنه فوق فتتسرك برقم تتسرك. عشان تتحط في الاجتماع غير كده ما احنا عارفين انها جت لغايه لما يبداوا يقعد في هذه الاثناء كله بيبقى مستني يسمع نبض الشارع مش هيدير الكره كابتن هاني نبض الشارع طب هو ليه يسمع من نبض الشارع ده هو المفروض احنا اللي نسمع نبض اللجنه الخماسيه دي كل المواقف اللي حصل الفار ما حدش عايز يطلع يعبرنا ويرد علينا البروتوكول ازاي قبل كده شكت الانديه الاغلب الاعم ان 14 نادي بعتوا ايميلز وبعتوا فاكس على قديمه خالص وبعتوا مع مخصوص اللي هو الجواب بتسليم يد تو يد ده مش هاند تو هاند وما حدش رد عليهم في حاجه اشياء الحقيقه لا يمكن ابدا ان احنا الا ان في يعني في افضل الاحوال نطالب بانه بقى ايه كفايه لغايه كده وعلينا فعلا البدء الفوري وخلي بالك الريتم سريع خلاص انت كل الاتحادات الدوليه بتشتغل دلوقتي الاتحاد الانجليزي نزل الدوري بتاع السنه الجايه الاتحاد الالماني كذلك الاتحاد الايطالي كذلك أنا اخشى بس هي عمليه الريتم اخشى بس يا رب ما اسمعهاش ما اقولكش احنا مش المانيا ما ان احنا المانيا مصر هي المانيا في يعني افريقيا زي ما المانيا كورونا في العالم في كله ايه اللي فرق كورونا عن مصر بس يعني. لا وفكره احنا مش دي لا تليق مع مصر الحقيقه لا مصر في افريقيا هي المانيا في اوروبا الموضوع سهل جدا كل الحكايه انك تجيب حد بيترجم المساله سهله عندك حد بيترجم دي هتفكرني وهتدخلني في جزء تاني خالص يمكن كنت عايز افتح معاك ملف ان احنا تاني ان احنا لا مانع ان احنا نجيب ناس خبراء ولا مانع ان احنا نجيب ناس تدينا بس السكة والتنظيم يعني هي دي النقطة برضو هتكلم حضرتك فيها يمكن في آخر اللقاء لكن من ضمن كمان لائحة الكاف النهاردة حاجة مهمة جدا الاف سي الرخصة للأندية المحترفة طيب ومحددة كمان ان قبل يوم 20 اكتوبر لازم على كل الدول وحطت التوب 10 ومصر دلوقتي على التصنيف الرابع في التصنيف الافريقي ان لازم الانديه الدوري قبل 20 يناير اكتوبر التصنيف الجديد اعتقد احنا الثاني مش الرابع اعتقد المغرب 180 نقطه احنا 147 نقطه تونس الثالث اعتقد الجزائر الاول اعتقد الجزائر المغرب الاول 180 طيب يعني هنشوف دي مع يقولوا لنا بالظبط لكن الاهم من دوت انك عندك لغايه كمان لغايه 20 اكتوبر انك الانديه المصريه مطالبه انها تكون تحصل على رخصه الانديه المحترفه ورخصه الانديه المحترفه في شروط كتيره جدا لازم تتوافر عارف ايه اللي هيحصل بس عشان ما ضيعش وقت حضرتك هياخد ورقه كده اسمها توفيق اوضاع يقول لك ان احنا ادينا للانديه توفيق اوضاع على اساس ان الملف بتاعه عندنا وكده يعني بدات الشروط يدوب ويدي لك حاجه كده لكن هو عايز تقول لي ان هم من هنا ل 20 اكتوبر هيسالوا بقى في شركه ولا لا من هنا ل 20 اكتوبر هيتاكدوا ان الميزانيات موجوده بمرتبات الاستاف واللعيبه مش دي ده شروط خلي بالك في شرط مهم جدا ان النادي اللي متقدم عليه اي شكوى في الاتحاد الافريقي حتى لو لعيب يعني لو لعيب مقدم شكوى في نادي او اداري اي حد ده مش هيطلع له رخصه انا بقول لحضرتك اهو هل هيحصل كل ده يعني انت متخيل ولا اللي حصلت قبل كده احنا البلد الوحيده في افريقيا اللي بقالنا حوالي 11 سنه بيعملوا لنا مؤجلات احتراما لاسم مصر الكاف بيعمل لنا مؤجلات حكايه دوري المحترفين الرسمي وبيدي لك ورقه فعلا الاتحادات كلها عشان ما ظلمهمش برضه المفروض بقى ان هم كانوا جايين يغيروا الواقع ده
كانوا جايين فعلا يحطوا الشروط والانديه تطبق الشروط. ما ايه المانع ان احنا نطبق؟ يعني برضو انا دايما بشوف بص استاذ انا هكلمك تطبق من هنا ل 20 اكتوبر. لا انا دايما بشوف الكلام ده اتقال السنه اللي فاتت واتقال السنه اللي قبليها واتقال السنه اللي قبليها. طب احنا ما بنشتغلش على ده ليه؟ الانديه ما تشتغل. خلي بالك النادي الاهلي لو قلت انت مش عايز تزعل حد النادي الاهلي خلي بالك يا استاذ عصام النادي الاهلي لو قال لك بكره النادي الاهلي جاهز. انا بتكلم عن النادي الاهلي لان انا عارف يمكن ان الكابتن حسن حمدي في 2013 من 2013 جاب لجنه او الانديه المحترفه في انجلترا وعملوا جاب هنا مصر وقال حضرنا معاسم النهار وكان الكابتن عادل القيعي بيديله الصحه موجود حضرنا معاهم سيمينار فالنادي الاهلي جاهز. كان بتكلم على بقيه الانديه توفيق الاوضاع هيفضل لغايه امتى وامتى هتبقى نادي يا محترف يا كابتن؟ ما انا بقول لحضرتك اهو ما هو مش قادر ياخد قرار في حد يا كابتن. ايوه الانديه مش قادره ليه يا استاذ عصام؟ انا بقى يعني ده سؤال انا صعب نادي يعني النادي ليه مش قادر؟ كل بتوع الكوره في مصر ما تزعلش منك كابتن هاني عارفينه وبيسيبونا بقى بيقول لك دول الناس الجريئه وبتاع والتانيين يزعلوا ويروحوا يشتكونا لاصدقائنا المشتركين بعد كل ده احنا مش عاجبين حد. الحقيقه ده كلام مهين ان بعد كل ده ايه وانت جاي عشان تقدم لي انك صاحب فضل؟ انت جاي اصلا انا اسف طبعا مش صاحب محمد فضل صاحب فضل علينا يعني. وبالتالي المساله واضحه وصريحه انت ما دورتش على ولا اشتراط. في نادي عنده ميزانيته بما فيها المرتبات كامله. انا مش عايز اقول كم نادي عنده يقدر ياخد الرخصه او عنده ممكن يكون لو قدم بكره ياخد الرخصه دي. انا المتاكد منه النادي الاهلي. انا قلت النادي الاهلي ما انا بقول لك ادي اول هجوم. اشمعنى قلت النادي الاهلي يا سيدي؟ عشان دي عشان الحاله دي حقيقه يعني مش بس الحقيقه عشان انا قاعد هنا في النادي الاهلي كمان اللي انت عندك دوكمنت عليها المعلومات يعني موثقه طبيعي. وبالتالي قول لي بقى هو من هنا للمده دي هيقدر يعمل كل الشروط؟ هيقدر يبقى عنده ظهير اقتصادي؟ ما هم بيقولوا علينا بالنظره اما نقول الكلام ده يا عم. ايه انتوا بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم في ايه؟ ايه ده بقى اتعصب الشغلانه ان يبقى عندك ظهير اقتصادي بمشروع غير الكوره من رعاه بقى و لان لربما الكوره تقع فهتجيب منين فلوس الناس؟ هيبقى عندك كل ده محطوط؟ هتقدر تفصل ان المدرب اللي عندك ما عندوش وظيفه تانية ولا لا؟ هتقدر تفصل ان اللاعب طالب ولا مش طالب يا كابتن هاني؟ الا طبعا ينفع طالب بس اونلاين ما ينفعش يقول انا المس مدياني واجب يعني طبعا. انا اسف هيقدر يخلص كل ده امتى؟ الامل بقى ان انت قلت جمله مفيده هو احنا كل سنه يقول لنا كده الامل ان ما نسمعهاش السنه الجايه ده اللي بعده والقنبله بقى كمان لو جه الاتحاد الافريقي قال لك لا انا كمان مش موافق على فكره توفيق الاوضاع توفيق الاوضاع هيمر السنه دي توفيق. طب ما هو لو مر ما احنا هنمشي كورونا ما هي الكورونا لا هيمر على ان ياتي اتحاد منتخب لا الحقيقه يعني هنتخانق معاه يعني ليه؟ ما انا بقول لك الامل الوحيد ان ما نسمعهاش تاني بس لان الوقت هم يركبوا مع كورونا واحنا جايين فتره مؤقته وهم تودوناش بقى ورا الشمس ورا الظل والكلام الكبير ده اللي هو برده ما تعرفش قصدهم على ايه بالظبط. ده انديه وحضرتك الجاد فازر او الاب الشرعي بتاعك يعني حضرتك بتتكلم اتحاد كوره منتخب يجي ومن اول اولوياته ان يجبر الانديه ليه بقى؟ لانه دي هتبقى اولويات الحكومه دي صناعه من الصناعات خلاص هكذا تعامل من 2014 بس ما كانوش واخدين بالهم وعماله تزيد في نظر الحكومه فكره ان بس ما عدا اداره المحتوى الفني عشان ما حدش يقول لك لا يا حبيبي ما الحكومه الالمانيه عندها حصه في الاقتصاد الالماني اسمها صناعه الكره وهكذا الفرنسيه وهكذا اليونانيه وهكذا يعني وكاننا احنا عاملين فيها يعني علامه لا عادي جدا. عايز اقول معلومه ويمكن اول مره اقولها انت تعرف عشان انا وانا بلعب كره في المانيا اعتبروني عامل عامل ليه بقى؟ انا جالي رباط صليبي وتعالجت منه و نسبة الشفاء ما كانتش 100% فلاقي الجواب جايلي من حاجة اسمها مش رابطة المحترفين لا منظمة العمل منظمة العمل اللي هي مكتب العمل مكتب العمل تابع لوزارة التضامن على فكرة في كل العالم بالظبط. جالي جواب قال نتيجة ان الفايل بتاعك انت موجود واصبت بإصابة لازم تروح تكشف عند دكتور معين ادالي اسم الدكتور هو في الورق اللي انت واخده تروح تكشف عنده وهو هيعمل لنا ريبورت. انا كل ده ما كنتش فاهم ليه فكلمت الايجنت بتاعي تامينك الصحي فكلمت الايجنت بتاعي قال لي ده تامين صحي قلت له تامين صحي قال لي في اتنين تامين صحي انت دلوقتي مدرك انك عامل في
من العمال اللي بيشتغلوا في ألمانيا. زي مثلا لو عامل في المصنع ايديه اتقطعت في اي حاجه، فانت عارف كمان ايه، ان هو رحت للدكتور والدكتور ده عمل ريبورت وقال لك نسبه الاصابه او نسبه العجز من 20-30%، ودي هتعوقه في فترات من حياته بعد ما يخلص كره القدم، انه ممكن تاثر عليه في فترات من حياته، وبالتالي يحق له معاش كذا كذا لسن 60 سنة. والمعاش ده بيتحدد على حسب الإصابة، 20-30 يبقى مبلغ معين، 30% يبقى مبلغ. فده تحت شعار ان كمان زي ما انت بتتكلم، هل في نادي في مصر بيأمن على لعيبته المعارين وكذا؟ مش دي فلوس يجيبها منين لو جرى له حاجة وهو مسافر البلد اللي وعير فيها؟ مش الا النادي الاهلي اللي عامل ده، ولسه انت بتتكلم انه ده وكأنه اختراع. انا بتكلم علشان مش اختراع، لان انا بشوف احنا بكل امانه احنا لسه بعيد، يعني احنا لسه بعيد وعندنا بعيد ليه؟ يعني ما هو ده بقى اللي بيضايقني، احنا بعيد ان احنا عايزين نبقى بعيد. ما هو السؤال دايما بيجي في بالي، احنا عارفين والناس عارفه وقدامنا الطريق، ولو ما لو مش عارفين نجيب ناس، يعني على سبيل المثال هم ممكن يبقوا مش عارفين الحقيقه. مين عارفين؟ مين اللي مش عارفين؟ اللي بيديروا. لكن احنا عارفين الحقيقة. لا الموضوع مش يعني الموضوع مش صعب، الموضوع مش انا بقول لك الموضوع واضح، يعني هم اللي مش عارفين، يعني ظلمنا قصدي، احنا عارفين. انا عن نفسي انا عارف يدوني مكانهم 10 ايام اهو، 10 ايام بالظبط اللي المره الاخيره 10 ايام بالظبط، لانه عيب لما يروحوا ملاعب وحاجزين تذاكر مانشستر ومش عارف مين ونشوفهم في الملاعب هم واسرهم وكذا، هم يجوا هنا يرضوا عن المشاهد اللي بتبقى هنا دي، لا ويحكوا لنا ان كل واحد لقى كرسيه وان اللعيبه هناك ما حدش بيفتح بقه، فانت بقى قاعد باصص له كده يا وحضرتك كنت هناك وما عرفناش نقابل محمد صلاح الا لما قال للايجنت انا في ضيوف من مصر ناس الاتحاد واصدقائي ياه، وما عرفناش مش عارفين نقول له طب ما تيجي معانا بصراحه، يقول انا لازم اروح الساعه 9 ياه. انتوا بتعيشوا ده متفرجين ومعجبين وكل واحد فيكم حافظ شويه الحاجات وتيجوا تضنوا بيها على البلد دي ليه لحساب مين؟ فكره العلاقات، انا بقولها لك بصراحه، فكره العلاقات وانه ما تجيش منك انت هاني، تيجي منك انت هاني، بقى انا راجل ماشي معيش رخص بقى لي كل ده، هي دي يعني اللي هتقف عندك انت هاني؟ شخصنت الامور يا استاذ عصام، شخصنت الامور السنه دي هاني، ما انت مش عارف الظروف فيها ايه هاني، وفي كورونا هاني، ونقعد نلاقي تخريجه، نجيب عم فوزي، نجيب اي حد يلاقي لنا تخريج، كيف جرى العرف؟ اذا لم نعترف بده يا كابتن هاني هيفضل المواقف اللي بياخدها النادي الاهلي، وانا بقولها بكل جرأة، يعني انا مش مشجع مهووس، يعني بكلمك كلام حقيقي، بس هو على حظهم النموذج هو النادي الاهلي، هيفضل في بعض الحاجات من غصع التنين، لان هو مش كده، انت قلتها على مسؤوليتك انه النادي الاهلي يمتلك الان ما يمكنه من تقديم ورقه للاتحاد الافريقي، مش للجنه اللي بتدير الاتحاد بس. طيب وبعدين؟ ما هي الفكره هي وبعدين، يعني احنا بنتكلم كمان، ما هو لازم، ما هو احنا دايما لما بنفتح يعني ملف ومع حضرتك بالذات احنا بنحط حلول، يعني احنا بنقول المشكله عندنا مشكله في 1-2-3 هو الحل، وبنعرض الحلول، وانا مش دايما ما بحبش اقول انا، لكن انا عشان عشت الكلام ده بره وعندي تجارب وشفت الكلام ده، انا اول ما رجعت من المانيا نفسي الكلام ده كنت كل ده اخده ويبدا يتحقق خلال السنين ديت في مصر. هو يعني الحل اللي بداته الدوله المصريه لما الحكومه طلبت، انا بقولها لك اهو، من السيد فيفا اللي كانوا بيرعبوك لو جيت تساله، احنا نفسنا يبقى عندنا اتحاد زي كل العالم، مش انتوا معتمدين ده وانتوا الفيفا بتاعه؟ خلاص، فراحوا جايبين لجنه وقالوا للناس اللي اخفقت مع السلامه، والحقيقه الناس برضو كمسؤولين غادروا بسلام. تمام صحيح. تمام، جيت انت بقى معاك حاجات تنفذها وجاي كمحترف، يعني تقبض تعاقد على تنفيذ الشروط اللي احنا يعني عاوزينها، يعني في اجنده قدامك تنفذها بالظبط، انت ما نفذتهاش، يبقى على طول بقى انا وحضرتك والكل نقول خلاص، فات كتير ما بقاش الا شهرين ونص التالت، نستطلع هلال بقى الاتحاد اللي جاي، لانه ده هيبقى عنده مده كافيه بطريقه او باخرى تتسوى، عشان كمان الجرح الكروي ده يتقفل على نظافه، مش هينفع تاني فكره عدي ورقه، مش هينفع تاني يعني مجلس اداره بيتكتب بالايد يا كابتن هاني، مش هينفع حاجات كتير قوي، هنسلط عليها الضوء اوعدك، احنا كاعلام ده دورنا، وهنرفع
للحكومة عشان تطالب بقى بنسخة مشابهة لكل الاتحادات اللي انتوا بتيجوا تلعبوها. مش كل حاجة ابقى انا فيها حاسس كده بان انا لسه شوية. ليه لسه شوية؟ البلد دي مش ناقصة حاجة عشان تبقى لسه شوية، ده البلد دي تنفع وشوية. بس يعني احنا عايزين وشوية. نبدأ من بدء، ما احنا دايما متأخرين. انا بتكلم يعني كل ما احنا دايما متأخرين. ما وعدكش مع اللجنة الحالية، ما وعدكش. يعني مع احترامي طبعا للجنة الموجودة، انا ماليش دعوة بالاشخاص. انا بتكلم عامة. طبعا مع كل الاحترام ليهم، وكان كل طموحنا ليهم وكأشخاص على عين وراسي، يا سلام، وكلهم في مجالاتهم ما شاء الله الا الكورة دي يا اخي. ما هو احنا عايزين ان شاء الله حد يكون، ما بنطلبش المستحيل لكن بنطلب ما هو طبيعي وما هو واقعي في كرة القدم على المستوى العالمي. مش هقول لك بقى بلاش ألمانيا وإنجلترا، حتى على المستوى الدول العربية اللي حوالينا ممكن يكون في تنظيم أفضل شوية، ممكن يكون الدوري بشكله أفضل شوية. يعني كل اللعبة مثلا بتطلع تلعب في السعودية أو الإمارات يقول لي كابتن نفسنا برضو. كابتن آخر ناس يعني بتتكلم في أي حاجة، صعبان علينا إن الكلام ده يتقال كمان. آخر ناس بتاخد قرار في أي أحداث كروية هي مسؤول اللجنة. انت النهاردة ولغاية بكرة مش هتسمع حاجة عن اللي في ايدك ده، صدقني مش هتسمع حاجة. ولو سمعت حاجة، واحنا ان شاء الله موجودين في اي وقت مع بعضينا هوا او برا كاصدقاء، ما وعدكش انك هتلاقي تنسيق يساوي التحول نحو حالة احترافية. حالة احترافية بدون استنى علينا السنة الجاية دي، ادينا سنة كمان. وهي كورونا هتسعفهم الحقيقه، الكاف الكاف كورونا بالذات. لا، في فكره انك تبقى نادي احترافي بكورونا، يعني الموضوع اجراءات ورقيه الحته دي يقول لك العطله وبتاع هيتاخد بيها السنه دي، فعساها تكون اخر شهور لهذه المعاناه، وبالتالي نقدر نبدا من اول وجديد. نبدا ان شاء الله من اول وجديد، وكمان دور الانديه كمان رؤساء الانديه ومجالس الاداره لازم تكون في مقدمة الأجندة، إن هو لازم يحول نادي ويبقى مؤسسة ويبقى لا يبقى اف سي، بمعنى صح اف سي فوتبول كلوب، ليه ميزانية خاصة، ليه اسم كمان، اسم الاستاد، مش لازم يكون الاستاد بتاعه لكن ممكن يكون اسم مأجر ملعب باسمه، ميزانية واضحة جدا، بيبقى فيها جمعية عمومية بتناقش كل دوت. أمور أعتقد أنا شايف أنه سهل يتعمل، مش صعب أنه يتعمل. يعني التحول ده عايز برقة وناس تعمل لأنديتها، لأنه هينتج عنه أن أنت هيبقى في مخصصات للي بيدير، لأنه بيدير حاجة احترافية، وشكل الشركات يعني ناس شغالة بفلوس وكذا. طب ما الباقيين هيتضايقوا لو راحوا عملوا كده، لأن مش هيبقى ليهم قبض على الأندية. طب يعني انا قبض على الانديه ديت بالنسبه لي اهم من ان انا يكون عندي نادي محترف والدوري بتاعي كمان، خلي بالك ده بينعكس على الدوري بتاعك. ده بقى توجه الاسئله دي للي بيدير بقى الحقيقه. انت بتتكلم على دوري قوي، دوري محترفين بجد. ما انا بقول لحضرتك وجه ده للي بيدير وللجهات اللي بتراقب اللي بيدير. يعني اللي بيدير من ناحيه يا كابتن يا بيك يا استاذ حسب تصنيفهم، قول لهم انتوا ليه مش عاملين لنا ده؟ هتلاقي الإجابات اللي أنا قلت لك واللي احنا بقينا مدربين عليها. انقل بقى على من يراقبهم، يعني هم ليه ما بيعملوش كده؟ ما هو كمان الواحد بقى ما بيفكر، ما ده مرتبط كمان، طب فين رابطة الأندية المحترفة؟ ما هو انت بتتكلم بكل أمان ومحدش يزعل مني، لو أنا بناقش الكلام ده في بلاش وقت تاني، ألمانيا في أي دولة أوروبية بتناقش، لسه هو ما عندكوش رابطة أندية، هو الأندية بتاعتكم لسه مش أندية محترفة، هو يعني الموضوع يعني بنتكلم فيه واحنا على بعد كبير جدا من الناس اشتغلت فيه. وجود رابطة الأندية المحترفة ده شيء مهم جدا جدا، لازم يكون موجود في اتحاد الكورة، لازم ده اتحاد الكورة ده الرابطة هي اللي بتدير المسابقة بشكلها زي أي دولة في أوروبا، فدي كمان أولوية وأجندة موجودة في الاتحاد اللي جاي لازم يناقشها ولازم يبني عليها. ما أنا الحقيقة أنا مش لاقي إجابة، يعني أصل الإجابة مش عندنا. هي نفس يعني هنلف حوالين نفس المنطقة اللي هي فكرة معاك حاجة تترجمها وتخليها عربي هيقولك لا، نحن نرى، نحن نجتمع، نحن نناقش، نحن نقترح. في حاجات ما فيهاش دي، فيها خلاص اللي عمله اللي قبلك تعمل زيه بالظبط. ده الناس واقفة طابور، يعني كل الاتحادات الأهلية شبه بعض في كل العالم فيما هو نسخ احترافية حقيقية للدوريات. يا إما نبقى اتحاد هو وخلصنا.
المساله سهله. فلابد فعلا ان القناه وبرنامج البيت الكبير يتوجه يعني ابعتوا مراسلين او حضرتك روح اعمل حوار مع اللجنه ان شاء الله وحضرتك تكون موجود. ممكن جدا نجيب الرؤساء. ليه رئيس نادي بيجي يتكلم من وجهه نظره؟ ممكن يكون عنده هو وجهه نظر ان عنده مشاكل معينه نبدا نتناقش في المشاكل ديت. طب ازاي ما فيش ميزانيه واضحه للنادي؟ هو ما لقاش دعوه برئيس النادي. هي تهاني القانون يفرض. ماشي تمام. قلت لحضرتك ما حدش بياخد راي حد في القانون. اذا عايز تعيش مواطن في البلد دي لازم تحترم قانونها. اذا عايز تلعب دوري محترفين تحترم قوانين الاحتراف. مين بقى اللي بيحط قوانين الاحتراف؟ اتحاد الكوره بقى. هتناقش رؤسائها. انا معاك يا استاذ عصام، بس خلينا انا بتكلم بكل امانه برضو. اللجنه الخماسيه جت برضو في وقت صعب. اللجنه انا من وجهه نظري، انا اتكلم على وجهه نظري مثلا أجازة. لا طب خلينا اكمل وجهه نظري. ان في حاجات، لا في حاجات بتتعمل يعني. وجود الفار بمشاكل الفار يعني. طب عمرك سمعت عن فار بمشاكله دي غير هنا؟ ما هو انت لا ما فيش. بس انت بتتكلم على خطوه ايجابيه بتحصل. في بعض يعني الحاجات صغيره فيها ممكن تتصلح. برضو تطوير الاتحاد الكوره يعني. خلينا نتكلم دايما في في سلبيات لكن كمان في ايجابيات يعني. خلينا دايما نبرز برضو الايجابيات. في تطوير لمبنى الاتحاد النهارده بيعملوا شكل كويس. تكريم اللعيبه اللي عدوا 100 مباراه هيعملوا تكريم لمحمد صلاح. البصمه يعني انا بتكلم. لا في حاجات معينه في سلبيات وبنتكلم عليها وبننتقد، لكن الناحيه الثانيه كمان في شكل ايجابي. وكل دوت يعني كل اللي بنتكلم ده فيه لازم الناس تعرف لمصلحه الكوره. ده دورنا بتاع هنا بتاع البيت الكبير. عايزين يعني نفتح ملفات الناس ما بتتكلمش عليها يعني. نوصف الحاجات يا كابتن هاني بايجابيات وسلبيات يعني. هو العمل مثلا 10 اسئله، فانت لما تصلحهم لي لو جاوبت 3 اخد 3 من 10، لو جاوبت 7 اخد 7 من 10. هو العمل كان كتله واحده. ما انا عارف انه جابوا الفار وشطار وحاجات كده. فين بقى الحكايه؟ فين ما جئت من اجله؟ فين لما كل ده بقى سلبيات؟ ايه فايده الفار؟ ايه فايده ان انت تخلينا اتعلم جابت بكشيش يعني؟ بص تقول لي ان انا كده اتعلمت. هو لا، هو طبعا احنا دورنا يعني خاصه هنا في البيت الكبير ان احنا في ملفات كتيره بنفتحها، وعلينا ان احنا نقول في اخطاء وفي سلبيات طبعاً. وعلينا ان احنا كمان نطرح بعض الحلول اللي من وجهه نظرنا ان احنا بنقول في حلول. ممكن يكون في وجهات نظر مختلفه برضو تتناقش بكل احترام. ف جدا يعني الموضوع مش موضوع ان احنا ننتقد بس. لا خالص، احنا بنتكلم. في ناس انا بقول رايي يعني. ده رايي كمواطن ليا رايي ان انا نفسي اشوف نسخه. انا انتقده ليه؟ اصل احنا مش في حاجه فيها نقد، لانه بالفعل الناس جت وقبلت بمهمه. انا قصدي يسلمني الشغل بس. ما بس انا مش بنتقد اساسا. انت ناقد كبير يا استاذ. لا والله ده ما انتقاد. وليه لا؟ ما يكونش انتقاد عشان نوصل لحل. لو كان والعياذ بالله عن شخص، عن افعال لا. خاصه عمرنا ما بنيجي جنب ده. لا انت تنقد في لكن أنا شغل انت شايفه وتقول في حل. انا راجل شغلتي ابقى موجود علشان يبقى عندي تقدير موقف ما اعلمه، وحق الناس انها تعرفه مني كجزء من الاعلام انه لدينا جديد كان لانشاء احتراف بروابط بكذا بكذا. ده بنحاول نعمله مع حضرتك النهارده فعلا نوصل الصوره دي للناس. لم يتحقق يعني. بس فانا لا بنقد وبقول ده سلبي ولا هكون سعيد انه يبقى سلبي. بالظبط. احنا وانت اول واحد نفسك ان الكلام ده يتحقق، وان شاء الله يتحقق باذن الله في الفترات اللي جايه. نخش على كرة شويه. ومباراه الاهلي والوداد طبعا مباراه يعني بنتكلم عليها من بدري شويه لانها مباراه مهمه جدا. في بعض الناس بتقول ان ممكن جدا المباراه دي تتاجل نتيجه ان يمكن الحالات في المغرب بدات تزيد شويه موضوع كورونا. فلو انت في رايك الاول ممكن فعلا الموضوع يتاجل شويه او الامور تبقى داخله في موضوع تاكيد؟ بالمعلومات العاديه حتى الان الكاف لم يصدر اي بيانات عن التاجيل، ورفض النظر اصلا في مخاطبه من الوداد. الاتحاد المغربي او الوداد بعد كده فعلا بيقول عندي كذا وكذا وكذا. لم ينظر لانه الوقت لسه على الماتشات. ويفترض ان البروتوكول على ما اعتقد 14 يوم وعزل، لكن التاجيل من عدمه اعتقد انه هيتراجع ملف الطبي من الجهه المسؤوله الاتحاد المغربي، مش بس النادي. الاتحاد المغربي لازم طبعا يعتمد
الإصابات بناء على التقرير الطبي بتاع نادي الوداد لجنته الطبية ثم تقدم، لأنه الكاف داخل في مرحلة ما عندوش وقت. طبعا. وبالتالي هيستخدم كل ما هو شرعي، اللي هو فكرة عندك كورونا، كم لعيب تلعب كم لعيب ما تلعبش، عدد اللعيبه موجوده ولا مش موجوده، قيمتك كذا يبقى ماذا، وهكذا. ده اللي انا بقول لك نفسنا بقى نشوفه هنا. وبالتالي كل حد هيتحط قدام يعني ما يمكن ان يكون التزاماته او مهماته. حتى الان لا جديد، لغايه دلوقتي ما فيش جديد. وده في وجهه نظري هتكون مفيد للنادي الاهلي ان يكون في تاجيل، ولا من الناحيه الفنيه ان ناس بتشوفها ان ممكن تاجيل عشان يعني الريتم التصاعدي للنادي الاهلي يبقى اكتر شويه، رجوع اصابات عامل مهم جدا للجانبين يعني بحسب فهمي في الكوره، يعني من جانب فريق تعافى لعيبه ولعيبه مصابه ترجع في كل الاحوال يعني، ولعيبه مصابه ترجع، والنادي الاهلي مزيد من التثبيت والافكار اللي فايلر بدا بيها الدور الثاني يعني، او استئناف المسابقه يعني. بالظبط. وعوده برضو بعض النجوم الغائبين على خلفيه اصابات، ربنا يعني يعافيهم ان شاء الله. بالظبط. فهيبقى مفيد لكلا الجانبين يعني. بس هو طبعا اللي انا عارفه ان حتى لو في رومز او اشاعات، انا متهيألي دايما الجهاز الفني واداره النادي الاهلي خلاص قدامنا مباراه يوم كذا شغاله، مفيش يعني مفيش حتى اللي هو ايه، اصل كمان خلي بالك ممكن اللعيبه يوصل لها اصل الماتش هيتاجل، طب مش هيتاجل، يبدا شويه ان هو يفكر لا الماتش هيتاجل. فالجديه في التعامل، وان خلاص قدامنا مباراه متحدد ميعادها، دي مباراه مش سهله، مباراه صعبه جدا على المستوى الفني، مباراه مش سهله طبعا، مباراه الوداد هناك في المغرب، ان يكون في نوع من انواع لا ما كده كده هتتاجل. ف اعتقد الجهاز الفني والجهاز الاداري في النادي الاهلي الاجابات عمرها ما تبقى كده. اول حاجه اقول لهم عندنا ماتش يعني، حتى مش هيقول جالنا ولا ما جالناش يعني، اعتقد حتى تساؤلات اللاعبين وها مشروعه هتلاقي ما شاء الله يعني الكل مدرب يعني، كابتن سيد وفريقه الاداري والراجل طبعا. قال لهم احنا عندنا ماتش، بيتكلموا في ايه؟ نحن لا نعرف شيء الا ان احنا عندنا ماتش. طب ايه رايك في بادج؟ لا طبعا انا رايي فيه من الاول ثابت يعني. من الاول يعني، من انت ما كانش الاسابيع الاولى عندك شك خالص؟ كان عندي بس يقين انه لو لعب على طول الحقيقه يعني. ما كان يعني ناس اخذت فرص، وكان يجب ان احنا ما نضغطش عليها كده في فرص متواليه دون انتاج رغم ثقتنا فيهم يعني كنجوم الراجل يعني، وهو وقد كان يعني، ده كانت حكاوينا ك يعني نزعه من احنا حوالين الكوره. لا انت راجل فاهم كوره، بس في قاعده تانية او في راي تاني، وكان من خلال ادائه في اول مباراتين ثلاثه لا في ناس قالت لا مش ده صفقه النادي الاهلي بيدور عليها، مش ده راس الحربه النادي الاهلي. اول مباراتين ثلاثه دول كانوا امتى؟ بعد ما جيب قد ايه؟ انت بتتكلم عن عمليه تاقلم. ما انا لا انا ما جبتش لعيب حاسس بنفسه وقعدوا اسبوع ولا اسبوع، الا اذا كان جاي يعني من نومه طويله يعني، لكن جايب شنطته من اوضه ملابس في فريق وفي اوروبا جاهز انه بدنيا وفنيا يلعب، يتاقلم بقى في الملعب، يشقلب في الملعب وحاجات كده يعني. ده وجهه نظر انا، ما اعرفش طبعا المحترفين الاصليين بيبقى رايهم ازاي كمدربين واصحاب خبرات، لكن كل التجارب كانت كده، اللي هي لعيب يجي لازم يلعب بكره الصبح. هو نفسه مش هيتلعثم، لانه انت ايش دراك انه انت بتقول له اقلمه، ما يمكن يفكر انه هو اقل من الموجودين، ما يمكن مثلا يبقى اسمه اني رمزي وقت ما كنت في عنفوانك يقول لك الله 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 وانا جاي اقعد براحتهم بقى، فيحصل عنده حاله ايه وعاد، يبقى بيلعب بقى بدل ما يعوزوا يلعبوني يلعبوني، ما انا راجل قانع بامكانياتي وعقدي واخده، مش فكره انه يتحول سلبي. انا بتصور لو انا نجم هعمل ايه؟ خلاص بقى براحتهم خليهم يعني خليهم. لكن طبعا لكن شفت التطور يعني، احنا جايبينك عشان الامل عليك، احنا جايبينك عشان بكره عندنا ماتش مهم، كويس ان انت جيت الساعه كام، كلت اتغديت، اوب هيلعب بكره، هيبان انه لسه في شربت وكذا طبيعي، ده بياخد وقت شويه، اي حد جاي من دوري تاني وداخل طبعا يعني احنا شايفين في تطور في اداء، ما عدا اذا كان يحتاج لاعداد بقى وحاجات، ده مش شغلنا حاجه بدنيه لا، لكن اعتقد شغلنا احنا بدا شغل ده صحيح طبعا. الحاله البدنيه اعتقد انه في تحسن كبير من الناحيه الفنيه، والانسجام ما بين اللاعبين ظهر بشكل كبير جدا. كان جاي والراجل كان محتاج معاه وقت بدني يعني اكثر منهم، لا اعتقد ان عقليه زي فايلر هيفكر في حكايه الانسجام دي، لان دي ساعات بتضيع نجوم يعني
يعني مش حاجه اسمها انسجام في اللعيبه كلاس ايه يا كابتن هاني. ده حقيقي طبعا. بشكرك يا استاذ عصام بجد. انا اللي بشكرك. حوارنا ما انتهاش لكن وقتنا انتهى، وان شاء الله في ملفات، والملف اللي بنتكلم عليه لازم هنتكلم عليه تاني، واوعدك ان شاء الله يكون في حد كمان. انا املي بس انه الحلقه تبقى يعني وسيله لان ناكد لهم ان احنا اصحاب على فكره، لكن ده ملوش دعوه بان طموحنا فيكم كان اكتر من كده بكتير، وان احنا برضو منتظرين ولو ان الوقت بنحترم الناس كلها طبعا يعني. لانه برضو فكره ان حد يفكر ان انت جاي وعايز تنتقد خالص خالص، انا بالعكس ده انا مشروعي كان معاكم كبير قوي ان انتوا هتحولونا، لان انا عارف ان انتوا قادرين على كده، ما بتعملوش ليه؟ هي ده علامه الاستقامه. ان شاء الله ربنا يقدرهم ويعملوا باذن الله. ودايما حوارات مع حضرتك بتبقى حوارات ثريه جدا، وان شاء الله يكون كمان الساده المشاهدين استفادوا، وان شاء الله على لقاء قريب ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. قصه الفقره الاولى، لكن ان شاء الله منتظرين كمان بعد الفاصل ابطال النادي الاهلي في كره اليد مواليد 2000 ومع سهام، نستقبلهم ونفرح بيهم وكمان نسلط الضوء على ولادنا المتفوقين في كل المجالات مش كره القدم بس، بعد الفاصل.